النهارده لما تلاقي طفله 3 سنين ونص طايفه على الميه، طايفه على الميه ومتوفيه على الميه، الله اعلم ايه اللي حصل لها، موتة صعبه. بيعمل ايده كده على الغطا، لا الغطا بيطلع وبينزل، قام رافعه بايده. انا ببص قلت له رنات في البلاع، وهو راح شايف شبشب البيت. سال خالتي قال لها شبشب البيت شكله ايه؟ قالت له مف احمر. قال لها البت في البلاع. اخيرا انا الاقي بنت في البلاع، ده بنت يعني هي بدي. انا كانت البت دي عندي احسن من امي واغلى من امي. علشان ايه؟ عشان الاهمال. طلبات انا عايزه حق بنتي، واللي عملوا فيها كده ما يشتغلوش تاني، يتفصلوا. يتحكموا ويتفصلوا، ما يشتغلوش، لا 3 شهور ورجعوا الشغل، لا مش عايزه كده. لان كان كل ما اي حد يقول لهم اعملوا شوفوا اي حل، واحده جنبهم هناك جنب المكنه بتقول لهم عندي الحديد هجيب لكم الحديد، واشتركوا وجيبوا الرمل والاسمنت واعملوا غطيان، بيقول لها اللي عنده عيل يلمه، اللي عنده عيل يمسكه ويربطه. يعني اللي عنده عيل يمسكه ده يعني في البلد على الشارع كده، شارع رئيسي، ما ينفعش كده. معرفين فين فلوس مصر وفين فلوس البلد، مش عارفين يعملوا غطيان. يعني احنا قبل كده طلبنا منهم، قلنا لهم يا جماعه دلوقتي الغطيان ديت بايظه، الغطيان بايش. فيرد عليا الموظف اللي جوه، الاستاذ محمد شتا المدير، الاستاذ محمد شتا السعيد مدير المحطه، يقول لي اللي عنده عيل ما يخرجوش. يعني ايه اللي عنده عيل ما يخرجوش؟ يعني ايه؟ يعني ايه اللي عنده عيل ما يخرجوش؟ ده معقول؟ يعني ده حاجه تدخل دماغ اي حد؟ مش ممكن. طبعا انا عندي الاطفال اهيت وموجودين كل يوم، كانوا بيلعبوا على الغطا، الغطا اللي وقع ده كل يوم يوميا بيطلعوا يلعبوا عليه وما تقدرش تخشوا. فطبعا دلوقتي احنا بنطالب المسؤولين بان يتعمل، لازم يتعمل سور هنا، لان ده طريق رئيسي، يعتبر طريق رئيسي للمدرسه الاعداديه والمدرسه الابتدائي والمعهد الديني ومركز الشباب. انا تقدمت بشكوى لرئيس هيئه مياه الشرب والصرف الصحي من 3 شهور، بطالب بيها ان يجي ينظفهم البيارات اللي في البلد ويبصوا على المحطه. ما حدش جه ولا عمل اي حاجه. قبل الكارثه دي ما تحصل ب3 شهور، انا بعت تلغراف على السيد المحافظ وعلى رئيس هيئه مياه الشرب والصرف الصحي بحيث يجوا ينظفهم البيارات الموجوده، لان الخط ده معمول بقاله اكتر من 17 سنه. ما حصلش ان جه حد ونظفه. طبعا انا شفت خريطه الشبشب، عرفت على طول ان هي هنا. فالناس صوتت واتلمت، وبعدها كانت قاعده تيجي ساعتين. بعدها بشويه وطلعت، طلعناها من قلب البيار. طالعه ميته، يقول لك ده فهر روح. عم رحت المستشفى وجت قال لك ده ميت. عندك الفصل الواحد وحضانه، والاطفال زي ما حضرتك شايف كده بيلعبوا حواليها، وديت مفتوحه كده لحد دلوقتي، وكل ده اهمال. فاحنا عايزين حق الطفل.